فقرة كاتب ومقال، وفي هذه الفقرة لدينا الانقسام الإسرائيلي بدأ يقترب من الجيش أيضا، وكتب هذا المقال الدكتور جمال الدين زحالقة. سينضم إلينا في سياقات هذه الجولة بعيدة قليل، ويتناول هذا المقال بشكل مجمل قبل أن ينضم إلينا دكتور جمال يحدثنا أكثر في هذا الموضوع، وهو رئيس بالمناسبة حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو طبعا في الكنيست سابقا. طبعا الدكتور هنا يتحدث حول مسألة دخول الجيش على خط الأزمة في إسرائيل. الداخل الإسرائيلي منذ عدة أسابيع مشتعل بشكل كبير جدا، ربما لم يسبق له مثيل، لكن بعض المراقبين يقولون بأن هذه الأزمة أساسا كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، وتحديدا ما بعد منذ عام 96 منذ وجود بنيامين نتنياهو في السلطة. لكن اليوم تبدو هذه الأزمة بشكل أوضح وطفت على السطح لتكون واضحة للعيان ويستطيع الجميع أن يستقرئها. حتى الداخل الإسرائيلي متخوف من هذه الأزمة. الرئيس هرتسوغ بالأمس أو أول أمس كان يتحدث في هذا الإطار وقال أنه متخوف على وجود إسرائيل، وقال أنه ليس متخوف عليها من حماس في غزة أو حزب الله في لبنان أو من إيران أو من غيرها من الجبهات التي من الممكن أن تشتعل ميدانيا مثل الضفة الغربية، وإنما يخشى على إسرائيل من الداخل. حتى بيني كانتس وزير الدفاع سابقا قال أنه بنيامين نتنياهو يسلم إسرائيل اليوم للمتطرفين. القصة باختصار أن بنيامين نتنياهو يريد أن يعطي بعض الإصلاحات، أو هو يسميها الإصلاحات لكنها هي تغييرات في الجهاز القضائي، يريد أن يتحكم بشكل أكبر بالقضاء هنالك في إسرائيل، وهذا ما ترفضه كثير من النخب السياسية والأحزاب غير المنضوية في إطار الائتلاف الحكومي الموجود حاليا، والذي يضم أيضا مستوطنين طبعا سابقا مستوطنين ونواب أيضا يوصفون بالتطرف. اللافت والجديد أيضا في هذا الموضوع أنه لأول مرة الجيش الإسرائيلي يدخل على خط الأزمات السياسية. هناك كما يعني كتب الدكتور جمال أيضا، هنالك سطر المئات من ضباط الاحتياط ومن المسؤولين الأمنيين السابقين رسائل احتجاج لبنيامين نتنياهو، وهنالك خشية وخوف على تماسك الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة، هنالك تخوف من أن يعطي هذا التغيير ما يسميه بنيامين نتنياهو بالإصلاح الديمقراطي، هنالك خشية في الأوساط العسكرية الإسرائيلية والأوساط الأمنية أيضا بأن يعطي هذا التغيير في القضاء يعني سهولة لمن يأتون بعد ذلك من أجل محاكمة القيادات العسكرية التي ترتكب بين قوسين جرائم قد توصف ضد الإنسانية أو توصف ضد الحرب أو ما إلى ذلك، أو محاكمتهم بتهم فساد أو محاكمتهم بعديد التهم. هنالك قيادات مثل هنالك قيادات أولمرت على سبيل المثال تمت محاكمته بالفساد وقبع في السجن عدة سنوات كمثال على أنه كان رئيسا أيضا للوزراء في إسرائيل. لكن لماذا يتخوف أيضا الجيش الإسرائيلي؟ لأنه كما أسلفنا هي مسألة متعلقة بالتماسك، يعني قد تجد داخل المؤسسة العسكرية وداخل المؤسسة الأمنية بعض القيادات التي تؤيد هذه التغييرات الإصلاحية لبنيامين نتنياهو، وفي المقابل قد تجد هنالك من يرفضون هذه الإصلاحات أو هذه التغييرات في الجهاز القضائي، وهذا سيحدث شرخا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية. وإن حدث هذا وعلى ما يبدو أنه موجود لكنه لم يطفو على السطح، ولكن إذا طفى على السطح ستكون سابقة خطيرة جدا في تاريخ دولة الاحتلال أيضا. طيب الآن ينضم إلينا دكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. دكتور أهلا بك معنا، بداية كيف يقترب هذا الانقسام الإسرائيلي من الجيش؟ يعني أولا أنا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سابقا، لكن بالنسبة للجيش الحقيقة أنه القيادة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة ذات النزاعات الفاشية تصطدم بالنخب الإسرائيلية التقليدية في كل المجالات، في الأكاديمية، في الاقتصاد، في الإدارة، في السياسة،
ضمن بالمجال الأمني. طبعاً القيادات الأمنية الإسرائيلية التي تشغل مناصب الآن لا تستطيع أن تتكلم لأنه القانون يمنعها من ذلك، لكن ضباط الاحتياط وقيادات عسكرية في الاحتياط يعني أو المتقاعدة يتحدثون بقوة ضد ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والحقيقة هذا يقترب من صدام. هناك 6 رؤساء أركان سابقين من الجيش الإسرائيلي كلهم ليس فقط يعارضون خطة نتنياهو لتغيير النظام القضائي في إسرائيل، وإنما يشاركون ويقودون المظاهرات. رؤساء الشباك السابقين، الموساد، ضباط الطيارين، يعني أكثر من 1000 طيار بعثوا أو من يعمل في سلاح الجو الإسرائيلي متقاعدين يعملون كجنود احتياط، أرسلوا رسالة وشديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية وقف ما تقوم به. والجديد أنه هناك 37 طيار أرسلوا رسالة ضباط احتياط أو طيارين بالاحتياط، أرسلوا رسالة وقالوا فيها أنهم سيغيبون عن التدريب العسكري اليوم واحد احتجاجا على التغييرات التي تقوم بها الحكومة. هذه خطوة غير مسبوقة، علينا أن يعني نعي أنه أكثر من نصف الطيارين العاملين الذين يقصفون في سوريا وفي غزة ويحضرون أنفسهم لحرب على إيران أو غير ذلك، أكثر من نصف الطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي هم من جنود الاحتياط. طيب يعني هذا ليس أمر هامشي وإنما أساسي، يعني سلاح الجو الإسرائيلي يقوم على طيارين الاحتياط. طيب دكتور، أريد أن أسأل عن الصدمة من رسالة الطيارين، ما أسبابها؟ يعني لماذا هنالك صدمة كبيرة في الأوساط خاصة السياسية وكذلك الأمنية في إسرائيل من هذه الرسالة التي قدمها هؤلاء الطيارون؟ الصدمة هي أنه انتقلوا من الكلام إلى الفعل لأول مرة، هناك خطوة عملية معلنة وجماعية بهذا الشكل، وهي الغياب عن يوم تدريب. هذا يعني كان بمثابة تحذير، وهم قالوا إذا مرت هذه التعديلات أو هذه التغييرات القضائية فنحن لن نخدم في الجيش، قالوا لن نخدم الدكتاتورية، وأنتم تعرضون يعني تعرضون القيادات الأمنية الإسرائيلية بما فيها الطيارين للخطر، لأن المحكمة العليا هي الدرع الواقي لهم أمام المحاكم الدولية، لأنه يعني هاي نقطة في غاية الأهمية، لأنه إسرائيل ادعت أنها يعني تفي بمعايير ما يسمى في القانون الدولي مبدأ التكامل، والذي يقول ببساطة أنه إذا كان عند الدولة جهاز قضائي قوي ومستقيم ومستقل لا حاجة لتدخل المحكمة الدولية، ولكن عندما تجري بعد أن تجري التعديلات القضائية فيسقط. أنا باعتقادي لا تكون كذلك، الجهاز القضائي الإسرائيلي ليس كذلك، لكن إسرائيل استطاعت أن تضلل العالم به. لكن بعد هذه التغييرات أنا بعتقد أن ورقة التون ستسقط عن إسرائيل بهذا المجال، وهذا سيسمح بتقديم الضباط والطيارين الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية. طيب من وحي المقال أيضا يرون أن إسرائيل التي يعرفونها يخطر منها، ومن جهة أخرى يخشون حقيقة على أنفسهم أمام محكمة الجنايات الدولية. هذا يدفعنا دكتور من وحي المقال أيضا عن السؤال بشأن سلوك الجيش في المرحلة المقبلة. هنالك يخشى من هروب إلى الأمام من قبل بنيامين نتنياهو، وبالتالي ضرب إيران، هذا مطروح. وماذا يعني إذا ما كانت هنالك أزمة في النهاية، من حصلت أزمة دستورية بين الحكومة والمحكمة، الجيش أين سيكون أيضا؟ كيف سيتصرف؟ أولا يعني إذا أراد نتنياهو القيام بمغامرة عسكرية للتهرب من الانقسام الداخلي، أعتقد أن الجيش لن يتعاون معه، لأن الجيش لا يريد أن يدخل في اللعبة السياسية، ووقوفه إلى جانب نتنياهو والقيام بخطوة عسكرية تخدم نتنياهو
الجيش لن يقوم بذلك يعني، وسيجد الطريق لعرقلة ذلك. وحدث ذلك في الصيف الماضي، عدة محطات على الأقل أنا أعرف عن 3 محطات أراد نتنياهو القيام بخطوة عسكرية والجيش منعه من ذلك، قيادة الجيش. لهذا السبب الأمر ليس سهلاً أن يعرض إلى الأمام كما قلت، مع أنه إذا توافرت ظروف معينة ممكن أن يحدث ذلك. طبعا هذا بحاجة الجيش أن يقدم على خطوة أيضا إذا بدون مباركة أمريكية. أما بالنسبة للسؤال ماذا سيفعل الجيش، لا أحد يعرف الحقيقة، لأن الجيش يخضع لمبدأين. يخضع المبدأ الأول هو أنه يعني القانوني، بمعنى أنه ينفذ القانون. الأمر الثاني أنه يخضع للحكومة، عليه أن ينفذ ما تطلب الحكومة منه. لكن ما الذي سيحدث إذا المحكمة العليا قالت ألف والحكومة قالت باء؟ عندها هناك أزمة، وقد تحدث أزمة دستورية كبيرة جدا في إسرائيل. اليوم هناك بوادر لأزمة، لأن المستشارة القضائية للحكومة قالت بأن إقالة أحد الضباط أو قائد منطقة تل أبيب، منطقة المركز للشرطة الإسرائيلية، بنزير قام بإقالته لأنه لم يقمع المظاهرات كما أرادت الحكومة. والمستشارة القضائية قالت هذه إقالة غير قانونية، وهناك أزمة في هذا المجال أيضا. اعتقادي أنه يعني ستشهد إسرائيل أزمات دستورية كثيرة في المستقبل، في الفترة القادمة، بين المؤسسة الأمنية التقليدية والمؤسسة القضائية والحكومة. طيب ما الذي تتوقعه دكتور بخصوص هذه الأزمة؟ هل ينتصر في النهاية الشارع أم يمضي بنيامين نتنياهو بتسليم إسرائيل للمتطرفين كما قال بيني جانتس قبيل يومين؟ أعتقد أن نتنياهو لن يستطيع الاستمرار بالتغييرات القضائية كما هي الآن، وهو سيفعل أحد أمرين: إما سيقوم بتعديلها وتليينها من طرف واحد إذا لم يكن هناك اتفاق مع المعارضة، أو أن يجلس مع المعارضة للتوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات. هناك يعني حقيقة أن نتنياهو لم يتوقع أن يدخل بهذه الورطة. الآن هناك ورطة اقتصادية كبيرة جدا، وقد يعني هناك سحب لأموال من إسرائيل ووقف للاستثمارات، والاقتصاد الإسرائيلي قد يتلقى ضربات كبيرة جدا. هذا أمر يقلق نتنياهو، لأن هذا يعتمد عليه، تعتمد شعبيته على الوضع الاقتصادي الجيد نسبيا. الأمر الثاني، هناك هزة كبيرة جدا يعني في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ما يطفو عليها من الصرح هو أمور يعني قليلة، لكن المحللين العسكريين في إسرائيل يقولون أن المخف أعظم، وهناك يعني تذمر كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية والضباط. كما قلت، هم يخافون على أنفسهم أن نتنياهو يعرضهم للخطر أمام المحاكم الدولية من جهة، ومن جهة أخرى هم يعني النخب الإسرائيلية التقليدية تريد إسرائيل أن تكون يعني لنقل كما عرفوها في السنوات في العشرات السنين الأخيرة، وليس أن تصبح دولة تحت حكم اليمين الإسرائيلي المطلق. لأنه التغييرات التي يطرحها نتنياهو هو أن يسيطر اليمين الإسرائيلي بالكامل على الجهاز، على السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا يعني بمعايير هم هاي ضربة للديمقراطية. لكن نحن نتحدث يعني عن وضع الديمقراطية الإسرائيلية بين مزدوجين، هي حقيقة ديمقراطية المستوطنين. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا دكتور جمال زحلقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سابقا. شكرا جزيلا لك دكتور على هذا الحضور.